طب يعني عبد الرحمن مين ماسك الاعلى؟ والله هم كتير قوي. لا قول لي قول لي قول لي اثنين. طيب لا يعني كان اول ما اسال على ده طبعا اخويا يعني هو في نفس المركزي كمان واول ما اتولدت كان بيلعب فولي في النادي الاهلي كمان فيعني كان نفسي ابقى زيه بصراحه. ده البدايات ده البدايات ده البدايات طبعا واكيد الاخ بيكون مثلك الاعلى في يعني في حاجات كتير لانه طبعا بيبقى الاخ والد. طيب يعني مين تاني غير الاسره خارج الاسره؟ لا طبعا في يعني كابتن ميدو طبعا نفس المركزي برضو يعني حاجه كويسه برضو انا اتعلم منه حاجات كتير في وقت ده دلوقتي. في كابتن حمدي الصافي طبعا اللي معايا في يعني اعتقد كل الناس اللي معايا في الفرقه دلوقتي صحيح. يعني خلي بالك بتعلم منهم بصراحه. حقق القاب برضه. ما طبعا كابتن حمدي صافي تاريخ برضه يعني. تاريخ كبير جدا تاريخ كبير جدا. يعني خلي بالك النادي الاهلي كله الحقيقه تخد غمض عينك هتلاقي ما دي ميزه الصراحه ان احنا في النادي الاهلي يعني واحنا صغيرين كده نتعلم من الناس كتير قوي يعني. خليني بقى اتكلم